قافلة تخصيصية توعوية بالتنسيق اللي شارك فيها يعني ثلاث قطاعات، قطاع الشباب، قطاع تكوين التعليم المهني، قطاع الشباب والرياضة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. هذه القافلة التخصيصية والتوعوية تتمثل في توزيع كمامات على المواطنين في أماكن، التجمعات، وإن كانت تجمعات كبيرة على المواطنين، على غرار يعني المحلات التجارية الكبرى، على غرار مكاتب البريد والمواصلات، على غرار قطاع هيئات الضمان الاجتماعي والبنوك وما إلى البلديات، وحتى الملحقات الإدارية وما إلى ذلك من الفضاءات العمومية التي يتجمع فيها المواطن اللي طبعا اللي يتجمع من أجل يعني قضاء حاجاته ومعاملاته الخاصة.